المزيد معنا عبر الهاتف الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية. بعد التحية لك دكتور، كيف ترى تنوع المرشحين، وجود أيضا ثلاثة مرشحين حزبيين ضمن الانتخابات الرئاسية، كيف يثري ذلك المشهد السياسي بشكل عام من وجهة نظرك؟ أهلا بحضرتك أستاذ شادي، وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا خلينا نقول أن التعددية هي أحد القيم الهامة المرتبطة بالديمقراطية واللصيقة. التعددية يعني لا يشترط عدد معين، ولكن احنا نعتبر التعددية ما زاد عن مرشح واحد. في الحالة دي احنا مصر مقبلة هو معتوب على استحقاق سياسي ودستوري هام وهو الانتخابات الرئاسية، فيها بيتنافس أربع مرشحين. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقل، وثلاثة من رؤساء الأحزاب هم السيد محمد فريد زهران وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والسيد عبد السند إمامة وهو رئيس حزب الوفد، والسيد حازم عمر وهو رئيس حزب الشعب الجمهوري. إذن الانتخابات الرئاسية المصرية بتدور بين أربع مرشحين، وده بيؤكد فكرة التعددية باعتبارها أحد القيم الهامة اللصيقة بالديمقراطية. أيضا هناك حراك حزبي مرتبط بالانتخابات الرئاسية يا دكتور، وده أيضا بيثري الحياة السياسية مع انطلاق طبعا الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات. هناك دور كبير بتلعبه الأحزاب في حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. بالتأكيد الأحزاب لها دور مهم، وخصوصا أن في ثلاثة من رؤساء الأحزاب مترشحين، فمتوقع للأحزاب يكون لها دور في دعوة الناخبين وفي دعوة أعضائها وفي دعوة الشعب المصري ككل إلى الإسهام في هذه العملية أو هذا الاستحقاق السياسي والدستوري الهام. وخصوصا أن الانتخابات، أي انتخابات، يعني انتخابات الرئاسية والانتخابات الشعبية وأي انتخابات، بتكون فرصة لإظهار مقدرة الحزب على حشد الأنصار وحشد المؤيدين للمرشحين، وأيضا حشد قطاعات مختلفة من الشعب للمشاركة في العملية الانتخابية. المشاركة لها أهمية كبيرة قوي الحقيقة، ومن هنا احنا نقدر نفهم أهمية دور الأحزاب في هذا الإطار. المشاركة هي حق من حقوق المواطنة، وهي واجب على المواطن بموجب الدستور. هي حق لم يعطيه له الدستور، حق المشاركة في العملية الانتخابية، وهي واجب عليه أيضا بمقتضى كونه مواطن. إذن الحق والواجب يتلاقيان في العملية الانتخابية، وبالتالي احنا بنتوقع أن يكون هناك درجة جيدة من المشاركة في الانتخابات القادمة، الانتخابات الرئاسية المصرية. وخصوصا أنا نقول أن في تسهيلات الحقيقة بتخلينا نستنتج أن المشاركة ستكون جيدة. صحيح، وأيضا هناك تسهيلات للمصريين في الخارج يا دكتور. ده صحيح، يعني من أهم التسهيلات والتعطيات، يعني أن في لجان خاصة بذوي الإعاقة على سبيل المثال بتساعدتهم، كبار السن بمساعدتهم، ايضا في برامج على الموبايلات بتهدف الى تعريف المواطن والناخب بلجنته الانتخابيه. يعني ممكن قبل ما ينزل من بيته ويكون عارف هو رايح انهي لجنه، وده بيوفر كثير من الوقت والمجهود. طبعا اضافه الى ما قامت به الهيئه القوميه للانتخابات من التاكد من سلامه اللجان الانتخابيه، وهي عدد ضخم من عدد اللجان العامة يزيد عن 10500 لجنة إضافة إلى اللجان الفردية، وتم التأكد من سلامة كل هذه اللجان من الناحية الفردية والإنشائية وضمان سلامة المواطنين وسلامة الناخبين. إذن كل دي عوامل الحقيقة من وجهة نظري بتؤثر على عملية المشاركة بالتأثير إيجابي، لأننا نتوقع أن تكون هناك درجة جيدة من شركة في الانتخابات.
وهذه الدرجة الجيدة التي تتحدث عنها دكتور إكرام يعني ليست فقط نابعة من نشاطات تقوم بها الأحزاب أو حتى النخب أو حتى الإعلام، يمكن الوعي هذه المرة هو أزيد بكثير، لأن كلنا بنعرف المخاطر اللي بتحيط يمكن بمصر وما يحدث على حدودها. الأمن، الأمان، الاستقرار هو مطلب أول للمواطن المصري قبل أي مطلب آخر، ومن هنا يمكن هذا الوعي بيزيد هذه المرة في الانتخابات الرئاسية. ده طبعا مؤكد، الوعي له أهمية كبيرة، يعني وعي الشعب بأهمية الانتخابات الرئاسية، بأهمية المشاركة فيها، الوعي أيضا، وأنا متفق مع حضرتك تماما يا أستاذ شادي، الوعي بالتحديات التي تحدث سواء في الإقليم أو على المستوى العالم كمان. يعني إحنا نقدر نقول دلوقتي إن الحدود مشتعلة من جميع النواحي، يمكن ده كان أستاذ الرئيس أشار إليه في مرحلة سابقة، لو تشوف حضرتك من الجنوب، من الغرب، من الشمال، كل الحدود مشتعلة جميع النواحي. أيضا أحداث غزة وتداعيات الخطيرة والتي تؤثر على المنطقة اللي احنا عايشين فيها وعلى الإقليم، كل ده أيضا له أهمية، إضافة بالتأكيد إلى التحديات الداخلية اللي بتواجه الرئيس القادم لمصر، وهي التحديات التنموية والتحديات الاقتصادية واستكمال التنمية، عملية التنمية المستدامة، خطة التنمية المستدامة 2030. كل دي الحقيقة تحديات مهمة، سواء كانت داخلية أو إقليمية أو دولية. يضاف إلى ذلك أن الوعي بها هو الذي يساعد على رفع درجة المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية. وأعتقد أنه الوعي بالفعل ارتفع هذه المرة يا دكتور إكرام. ده بالتأكيد الوعي مرتفع، والوعي عاوز أقول لدى قطاعات الشعب المختلفة. يعني احنا ممكن نتكلم عن الوعي لدى الشباب، ممكن نتكلم عن الوعي لدى المواطن العادي، ممكن نتكلم عن الوعي لدى المرأة. اذا الوعي ارتفع فعلا، وده كان حقيقة دور يعني مقدر للادوات التي ادت الى تنمية هذا الوعي. ممكن نتكلم عن وسائل الاعلام ودورها مقدر الحقيقة، ممكن نتكلم عن الاحزاب السياسية، ممكن نتكلم عن مؤسسات المجتمع المدني. كل دي عوامل تضافرت لرفع وعي المواطن ولحثه على المشاركة. إذن يعني رسالتك الأخيرة للمواطن المصري فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية دكتور إكرام؟ رسالتي للمواطن المصري أن يشارك، ويشارك بفاعلية بهذه الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة، لأن هذه المشاركة هي التي تصنع مستقبل الوطن، وهي التي تعطي الصورة الإيجابية للعالم الخارجي، وخصوصا الانتخابات المصرية وهي شأن داخلي في الأصل، إلا أنها أيضا تحظى باهتمام كبير على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية.